السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي المشاهدين الأعزاء، لقناتكم إبراهيم للعقارات وكلاس. اليوم تنقترح لكم عقار من الفئة الكبيرة اللي تتواجد في المنزل اللي تكون بالنسبة لي وجوج نتاع الطوابق، كل طابق فيه شقة واحدة. العقار نتاع اليوم ممتاز، عنده مجموعة تاع الامتيازات. من ما بين هاد الامتيازات اللي عنده أن الشقة كما تنشوفوها شقة مشمشة، شقة قبلية عندها تقريبا مشمش النهار كامل، عندها مجموعة تاع امتيازات الشقة نتاع اليوم، لا من ناحية نتاع الموقع تمام لا من الخط، فتقريبا كاين هاد الشقة هادي تتشهد انخفاض تاع تقريبا واحد 50 تاع الملايين. فيهاش العيب، يعني خاصة أن الشقة كما تنشوفوها مشمشة، والامتياز اللي عندك أون فاس معاك زنقة مفتوحة كما تنشوفو، طلع عندك بعيدة. هذه شقة اللي تتواجد في الطبق الأرضي بالنسبة للناس اللي تيقلبوا على شقق اللي تكون في الريتشوسي، تيكون بعض المرات شي واحد اللي متعذر على أنه يطلع بدروج ولا الناس اللي تيكونوا كبار، وفي نفس الوقت تيقولك بغينا شقة اللي تكون مشمشة. أنا تنقدر على راسي مجموعة تاع الناس كانوا تيسولوني على هاد العقار، تنقول لهم محال واش غادي نجبر لكم شقة اللي تكون مشمشة، لأن ملي تتكون الدار أونفاس مع الدار ديما السفلي تيكون عليه الضوء، لأن الشقة نتاع اليوم راه البني أونفاس مع راه كلشي مبني، الشقة كما تنشوفوها تبارك الله الشمس مازالت تدخل حتى القلب تاع الدار، لأن جات كما ذكرت مفتوحة أونفاس مع الشارع. إذا هنا عندنا الصالونات، الصالون الأول الصالون الثاني، عندنا هنا السيجور اللي كاين اللي تيحولو الغرفة، وعندنا الغرف بمساحة كبيرة، عندنا هنا الحمام المشترك، وعندنا طواليت أعزكم الله، هذا الحمام اللي فيه طواليت فيه لافابو فيه الرشاش فيه خزنة دي برا اللي مشات على القرب تاع الحمام، عندنا هنايا تلقاو الغرفة اللي نسميوها الغرفة رقم واحد لي بلاكار نتاعها بلاكار بوليس، كاين عندنا هاد البانو هذا هو اللي تجي فيه المرايا. بالنسبة للناس اللي أول مرة غادي يشوفوا القناة نتاعنا ومازال ما مشاركينش في القناة، تنطلبوا منهم يدعموا هاد القناة هادي بالاشتراك بالتفعيل الجرس باش يتوصلوا بكل ما هو جديد بكل ما يخص العقار في المدينة تاع كناس، يخليو لنا إعجاب وكومنتار محفز. إذا في هاد الجالي شنو بقينا؟ الصالونات بجوج كما ذكرنا، الحمام اللي قريب من الغرفة نتاع النوم الغرفة رقم واحد، وسيجور واحد آخر اللي ممكن بغيتي تحولو الغرفة تحولو. تلقاو هنا الغرفة التي نسميوها الغرفة رقم جوج، حتى هي بمساحة تبارك الله المساحة نتاعها كبيرة، وبالإضافة أنها تتوفر لنا على واحد الطراس اللي هو كبير باش تكون تأكل، ممكن حتى إلا بغيتي دير النشار نتاعك هنا بلا ما تستعن بالسطح راه ممكن، السطح بلاصة راه عندك ملكية مشتركة، عندك تقريبا تلت في السطح. عندنا هنايا تلقاو المطبخ، تا هو راه مازال الشمس على هاذي الدور تخليه، هاهي راه بدات من هنايا الشمس. عندنا لي بلاكار من فوق ولتحت، والثمن تاع الشقة همزة فقط 44 مليون. الحي كما تنشوفو الحومة تقريبا راه 6 مليون كلشي مبني. عندنا هنا طواليت أعزكم الله فيها لاستالاسيون تاع البرد والسخون، عندك هنا في هاد الكوان ممكن انك تستعن بالبلاصة نتاع الماكينة الصابون، وعندك هنا فاسك على الطفلة، عندنا هاكا الباب نتاع الشقة. إذا العقار نتاع اليوم عقار جد ممتاز، الثمن نتاعو مشجع، فقط يكفيكم أنكم تتصلوا بنا باش تربطوا معنا موعد باش ننتقلوا معكم لأي مكان. بالنسبة للموقع حنا تنتواجدو في الجهة ما بين مرجان وأتفقدوا. وصلنا لنهاية الفيديو.